في وقت عمرو ورده اللعيبه فرضت كلمتها على اتحاد الكوره وقتها؟ يعني اتقال في الكواليس كده؟ لا اكيد انت عندك الرد ان انت كنت جوه في لا لا يا كابتن اسامه، هو اللي حصل وقتها ان ورده الفيديو اللي ظهر له كان فيديو قديم، فظهر في الوقت دوت علشان يشتت الفرقه. ولكن عمرو ورده لو كان مشي من المعسكر المنتخب كان ممكن يبطل كوره، فاحنا كلعيبه حطينا نفسنا مكان ورده. كل اللعيبه اجتمعت، كل اللعيبه اجتمعت وقلنا لازم نقف جنبه على الاقل، يبقى موجود في المعسكر، يبقى قرار فني ان هو ما يلعبش، لكن يبقى معانا في المعسكر اكيد ما يمشيش. فاحنا يعني نقلت وجهه النظر دي، يعني قلنا وجهه نظرنا لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره فاتحاد الكوره طبعا تفاعل معانا وقال لنا يعني وجهه نظرنا ان هي كويسه يعني. طيب تعالى بقى نشوف صور، اخر حاجه عندنا صور وعايز تعليق منك على كل صوره.